مرحبا بكم في عائشة ريسيبيز. اليوم غادي نقدم لكم كريبت مالح. نبداو على بركة الله. عندنا 4 ديال البيضات، كنزيدو ليه شوية ديال الملحة، إبزار، كنزيدو ليهم جوج معالق كبار ديال زيت المليه، غنزيدو نصدرو ديال الحليب. مقادير مضبوطه هتلقاوهم في عائشهريسيبيز.com، هتلقاو الرابط تحت الفيديو. ميرسين غرام ديال الطحين، ملي تخلط مزيان غندوزو دابا للطياب. كنخليو المقلاة حتى تسخن مزيان، كنكبو فيها غرفة ديال العجينة ما عامراش، وبسرعة كنعمرو كندورو هكا. كتكون العافية شوية مهيلة، ملي كيوليو الحواشي هكا ذهبيين صافي كنقلبوها. هنستغرب نفس العملية تستغرب كمية ديال الخليط اللي عندنا. وهما لي كريب مالحين وجدو، كنقدمو لكم الصحة والراحة. متنساوش يعجبكم الفيديو ديرو جيم، وباش ديما يوصلكم الجديد ديالي تابوناو فلاشين. تلقاو في الحلقة الماجية. سلامة.